سوف تشاهدون الآن فيديو لمقيمة من الجنسية المغربية تعمل في مقافير فحاء تصف السعوديات بألفاظ قذرة وبذيئة. شاهدوا الفيديو. أنا كنهدوز علاش قوة الانتقادات ونظرة الرجال ونظرة المجتمع وواحد السعوديات خانزات معت منين جايين مقلقات قهرينهم المغربيات وحلي ليهم هنا وحلي ليهم. ايوا وصلتوا ترفح ايوا ترفح ما سلمتش منكم ايوا تهادي ايوا ما خصكمش تبقاو تدخلوا لبلادنا احبيبه.